بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نجدد اللقاء بكم في الفيديو 14 من مادة لغتي اللغة العربية المدرسة العالمية الباكستانية بالطائف، طلاب وطالبات الصف الثاني الابتدائي بنين وبنات. نبدأ درسنا لهذا اليوم. افتحوا لي صفحة 94، الدرس الأول مدينتان مقدستان. اكتبوا عليه واجب في الدفتر، حلوه في الدفتر العربي بالمرسمة، يوم يومين ثلاثة أيام أربع أيام ما عندكم مشكلة. اقرأوا معايا. طلبت المعلمة من نورة أن تشارك في صحيفة الحائط، فكتبت نورة هذا الموضوع: في وطني مدينتان مقدستان هما مكة المكرمة والمدينة المنورة، فأما مكة فهي البلد الأمين، ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها بدأت الدعوة إلى الإسلام. في مكة المسجد الحرام والكعبة المشرفة قبلة المسلمين في صلاتهم، وفيها المشاعر المقدسة عرفات ومنى ومزدلفة التي يفد الحجاج إليها كل عام لأداء مناسك الحج. 195، اكتبوا عليه كمان واجب في الدفتر، اقرأوا معايا. وأما المدينة المنورة فهي طيبة الطيبة، دار الإسلام الأولى، هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده الشريف على أرضها، وفيها توفي ودفن في حجرته، وقد انتشر الإسلام من المدينة المنورة إلى جميع أنحاء الأرض بالعدل والإحسان وحسن المعاملة. نجي للتدريبات، صفحة 96، الفهم والاستيعاب. أولا أجيب. واحد، أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية. شفهيا، السؤال الأول شفهيا، اللي يكتب يكتب، اللي ما يكتب يفهم، ما في مشكلة. واحد، أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فين؟ في مكة المكرمة. اثنين، ما الدين الذي دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ الإسلام. ثلاثة، ما قبلة المسلمين في صلاتهم؟ الكعبة المشرفة. أربعة، أذكر بعض المشاعر المقدسة التي توجد في مكة المكرمة. ها، منى فاصلة مزدلفة فاصلة عرفات. خمسة، لماذا يأتي الحجاج إلى مكة المكرمة كل عام؟ إيش؟ لأداء فريضة الحج. ستة، ما جملة التهنئة التي تقال لمن أدى فريضة الحج؟ تقبل الله طاعتكم. سبعة، إلى أين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى المدينة المنورة. سؤال ثمانية، حطوا عليه إكس. اثنين، أتشارك مع مجموعتي في. واحد، ذكر أسماء أعياد المسلمين وتحديد الشهر الذي تكون فيه. ها، واحد، الجواب تحت. ألف، عيد الفطر يكون في شهر شوال. باء، عيد الأضحى شهر ذو الحجة. السؤال الثاني، ذكر بعض عبارات التهنئة في العيد: كل عام وأنتم بخير، أو عيدكم مبارك. صفحة 97، ثانيا أنمي لغتي. واحد، أصل الكلمة بمعناها. المقدسة معناته المطهرة، وصلوا. مناسك الحج يعني عبادات الحج وأعماله. مشاعر الحج يعني أماكن الحج. يفد معناته يقدم. اثنين، أصل الكلمة بضدها، توفي ضد إيش؟ ولد. ثلاثة، أكمل خريطة المفردة الآتية: المسجد الجمع فوق، المساجد نوعها يمين اسم مفرد بين قوسين، يسار المثنى المسجدان، أسفل الكلمة في جملة: يصلي المسلم الصلاة في المسجد. كتبت. نجي لصفحة 98، الأداء القرائي. أولا أقرأ وألاحظ. واحد، أقرأ الجملة وألاحظ الكلمات الملونة: في مكة المكرمة، المشاعر المقدسة التي يفد إليها الحجاج لأداء مناسك الحج.
2 أقرأ الجملة وألاحظ الفرق بين الكسرة وتنوين الكسر. الكسرة يعني كسرة واحدة، تنوين الكسر يعني كسرتين. يفد الحجاج إلى مكة كل عام لأداء مناسك الحج. 3 أقرأ الجملة وانطق التاء المربوطة ها عند الوقف. في وطني مدينتان مقدستان هما مكة المكرمة والمدينة المنورة. التاء المربوطة في الأخير إذا وقفنا عليها نقرأها ها. 2 أحلل، أقرأ الكلمات ثم أحللها إلى مقاطع وحروف. نورة ها نو، نكتب حرف المد مع الحرف الممدود مع بعض، مقطع مد نسميه. را بعدين تو. البلد ها نكتب ال مقطع ساكن، أي حرف عليه سكون نكتبه مع الحرف اللي قبله. با لا بعدين دو. كله ها كو بعدين لو. نجي لصفحة 99. التراكيب اللغوية. أولا أستخرج من النص. 1 أستخرج اسما منونا تنوين كسر ثم أنونه تنوين فتح. نبغى نكتب كلمة فيها تنوين بالكسر بعدين نحوله إلى تنوين فتح. الاسم المنون تنوين كسر. عام شفته تحت الميم كسرتين. أنون الاسم تنوين فتح عاما. أي كلمة في اللغة العربية إذا نكتب في الأخير تنوين فتح نحط بعده حرف الألف إلا التاء المربوطة والهمزة إذا جاء قبله ألف. 2 بمحاكاة المثال الأول أستخرج مع من يجاورني 4 أسماء مبدوءة بالقمرية، يعني ألف ولام فوق اللام سكون وننطق اللام ونكتبه، ثم أنون الأسماء الأربعة تنوين ضم بعد حذف القمرية. المدينة صارت المدينة بعدين مدينة. المعلمة نحذف نبعد الأل شوية، المعلمة بعدين معلمة. الحائط الحائط نبعدها شوية، حائط ضمتين في الأخير. البلد البلد نبعدها شوية، بلد ضمتين في الأخير. الأمين نبعدها شوية، أمين بعدين أمين ضمتين. أي كلمة في اللغة العربية إذا بدأت بأل سواء قمرية أم شمسية ما نكتب تنوين في الأخير. صفحة 100. 2 أكتب، 1 أكتب الجمل الآتية مضبوطة بالشكل. إملاء منسوخ. المدينة المنورة هي دار الإسلام الأولى، هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده الشريف على أرضها. تكتبون 3 مرات. إملاء منسوخ يعني تحفظون الجملة كلمة كلمة، مثلا المدينة المدينة احفظوها بعدين غطوا على الكلمة اكتبوها تحت المدينة، بعدين المنورة احفظوها غطوا عليها بعدين اكتبوا تحت المنورة، وهكذا شوية شوية علشان تتعلموا الإملاء. 2 ألاحظ الجمل الآتية ثم أكتبها في دفتر إملاء من معلمي إملاء منظور. في وطني مدينتان مقدستان هما مكة المكرمة والمدينة المنورة. تكتبون في الدفتر مع الأسرة إملاء. السؤال 3 أكتب في دفتري ما يملى علي معلمي. هذا بالنسبة للإملاء اللي هنا فوق. نيجي لصفحة 101 أكتب عليه شفوي، نبغى ندرسه شفوي. 3 أستخدم، أعبر عن الصور شفهيا باستخدام لا الناهية مع الفعل. ها أول صورة أكتب إيش؟ نقول لا أرمي المخلفات من نافذة السيارة. الصورة الثانية لا أكتب على الجدار. الصورة الثالثة لا أسرف في الماء. الصورة الرابعة لا أمزق في صفحات الدفتر. آخر صورة لا ألعب بالدراجة في الشارع. نجي للصفحة اللي بعده صفحة 102. 4 أحول، 1 أكتب الفعل بمحاكاة المثال الأول. يفد يفدان يفدون، يعني الفعل أول شيء للمفرد بعدين للمثنى بعدين للجمع. للمثنى نحط في الأخير ألف ونون، للجمع نحط في الأخير واو ونون. ها يزور
نحط في الأخير ألف ونون يصير يزوران، بعدين نحط في الأخير واو ونون يصير يزورون. يهاجر نحط أول شيء ألف ونون في الأخير يهاجران للمثنى، بعدين نحط واو ونون يصير يهاجرون للجمع، جمع مذكر سالم. اثنين، بمحاكاة المثال أكتب الفعل يشارك في الفراغ. إيش المثال عندنا؟ المسلمان يصليان في ساحة الحرم، مسلمان هنا مذكران عشان كذا يصليان. المسلمتان تصليان في ساحة الحرم، مثنى مؤنثة. المسلمون يصلون في ساحة الحرم، هنا جمع مذكر سالم. التلميذان هنا مثنى مذكر، إيش نكتب؟ يشاركان في صحيفة الحائط. التلميذتان هنا مثنى مؤنث، إيش نكتب؟ تشاركان في صحيفة الحائط. التلاميذ هنا جمع تكسير، نكتب إيش؟ يشاركون في صحيفة الحائط. نيجي لصفحة القبل الأخيرة لهذا اليوم، اكتب عليه واجب الكتاب الخط، أرسم بخط الجميل، أقرأ الجملة الآتية ثم أرسمها بخط النسخ مبتدئا من السطر الأخير. انتشر الإسلام بالعدل والإحسان وحسن المعاملة، اكتبوها من السطر الأخير عشان لا تكرروا الأخطاء. آخر صفحة نأخذ لهذا اليوم صفحة 104، التعبير. أعبر أرتب الكلمات ليكون جملة. أول شيء نرتب المكرمة في المسجد مكة الحرام، في رقم 1، مكة رقم 2، المكرمة رقم 3، المسجد رقم 4، الحرام رقم 5. كيف تصير الجملة؟ في مكة المكرمة المسجد الحرام. اللي بعده، في رقم 1 المدينة، رقم 2 3 المنورة، المسجد 4 5 النبوي. كيف تصير الجملة؟ في المدينة المنورة المسجد النبوي. عندنا تحت الواجب المنزلي، هذا اتركوه ما نبغاه. الحصة القادمة إن شاء الله نبدأ من صفحة 105، علم بلادي. لا تنسون واجبات الكتاب، ولا تنسون واجبات الدفتر، ولا تنسون التدريبات اللي حليناها في الكتاب، تحلونه واحدة واحدة، لا تخلون أي شيء فاضي. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.